سلام صافا لاباس عليكم هانين مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الروتين الصباحي للعنايه بالبشره، يعني الترتيب الصحيح لاستعمال المنتوج او الكريمات في الروتين الصباحي للعنايه بالبشره. غادي نشارك معكم اهم الخطوات اللي كنحتاجوها في الروتين الصباحي للعنايه بالبشره. هذا الروتين هذا كيصلح لاي نوع من انواع البشره، ودابا نبداو الروتين ديالنا على بركه الله. بالنسبه للروتين الصباحي كيف ما قلت لكم، اول خطوه واهم خطوه واللي هي التنظيف. انا مؤخرا جربت واحد منظف اعجبني وعاودت كومونديتو ويلاه وصلني، غادي يبان لكم انه باقي جديد. صار هذا المنظف هذا غزال، وخصوصا بالنسبه للناس اللي عندهم الميزانيه المحدوده كيبغيو منتوج اللي تكون عاليه الجوده وبثمن مناسب وكتدي فتره طويله. هذا الجل هذا اللي هو ديال اورياج لو تيرمال سور غرا ديال لابو ميكس لابو سيش و لابو سونسيل. انا عندي بشره مختلطه وكيصلح البشره الجافه والبشره الحساسه. هذا لوجيل هذا كيدي مده طويله وكيرطب البشره وكيهدئ البشره وكيعطي واحد اللمعان وواحد الاشراقه وكينظف البشره بالطريقه الصحيحه اللي هو هذا. واهم حاجه هو انه كبير طبعا، يعني ما شاء الله. انا دا لي المره الاولى 6 شهور وهذه المره الثانيه اللي خديته. صراحه اورياج من بين صراحه الماركات اللي كيعجبوني المنتوج ديالهم، وهذا من بين احسن الغاسوات او المنظفات اللي انا عجبوني وجربته لثاني مره. صراحه عجبني لانه كيدي مده طويله اول حاجه، وثاني حاجه كيهدئ البشره وكيرطب البشره وكيعطي واحد الاشراقه وواحد اللمعان كيجي على هذا الشكل هذا كما قلت لكم. وهو راه كبير، يعني كتبان لكم القرعه انها كبيره، كيدي مده طويله بالنسبه للناس اللي عندهم ميزانيه المحدوده، فهو كيدي مده طويله ماشي دغيا كيسال. انا على الاقل كيدي لي 6 شهور كنغسل به البشره ديالي مره واحده صباحا. طبعا انا كنستعمل منظفات اخرى، غادي نشارككم معكم فيديوهات الجاي ان شاء الله، ويمكن لكم تزوروا القناه غتلقاو فيها بزاف ديال المعلومات اللي غادي نستافدوا منها. طبعا كما قلت لكم هذا لوجيل هذا فهو رائع، كيهدئ البشره كيرطب البشره كيعطي واحد الاشراقه واحد لمعان. انا كنغسل به البشره ديالي في الروتين الصباحي. طبعا من بعد الخطوه ديال التنظيف كتجي الخطوه ديال التونر. صراحه التونر عنده واحد الدور رئيسي للبشره، لانه كيهدئ البشره وكيرطب البشره وكيغلق المسامات وكيهيئ البشره باش تستقبل باقي الروتين. حاليا كنستعمل الماء الورد المقطر ديال ناريمان كوسميتيك. هاد لا مارك هادي زوينه، ماركه مغربيه، كنظن على انها كدير التوصيل بجميع الدول العربيه ودول العالم. هاد الماركة هادي فهي غزالة صراحة. الماء الورد المقطر الطبيعي 100% كيعطي واحد الإشراقة واحد اللمعان وكيرطب البشرة بواحد الطريقة جد فعالة. هذا صراحة ملي كنغسل البشرة ديالي كناخدو وكنرش على البشرة ديالي وكنتسنى لمدة 5 دقائق حتى كتشربو البشرة، يعني كتمتصو البشرة، ولهذا كتكون البشرة ديالي ترطبات بالطريقة الصحيحة وكتكون واجدة باش تستقبل باقي الروتين الصباحي. هذا من بين أهم الحوايج وأحسن الحوايج اللي أنا جربتو وعجبوني وما كنستغناش عليه في الروتين الصباحي. طبعا بالنسبه للبنات اللي كيقلبوا او اللي كيحلموا بالبشره الزجاجيه الخاليه من العيوب او الخاليه من المشاكل، طبعا في الروتين الصباحي ما كنستغناش انا شخصيا على الفيتامين سي. وحاليا جربت الفيتامين سي ديال لامارك سيديرما سيفيت، كيجي على هذا الشكل هذا. الا بغيتو تعرفوا اكثر على هاد لامارك هادي ما عليكم الا تزوروا القناه وغتلقاو فيها فيديوهات اللي فيهم بزاف ديال النصائح على هاد الماركه هادي اللي هي جد فعاله للعنايه بالبشره. هاد لامارك سيديرما كنستعمل الفيتامين سي ديالها ورساليا انا نساليته. غادي نجرب واحد اخر ان شاء الله ديال ماركه واحده اخرى ونشارك معكم مستقبلا. كيجي على هاد الشكل هذا السيروم. صراحة هاد السيروم هذا غزال. أول حاجة أنه فيتامين سي خالص، يعني فيتامين سي 100%، صراحة قاصح شوية ولكن جد فعال في التخلص نهائيا من تسبغات الخطوط الرافعة تجاعيد الأولية وجميع مشاكل البشرة. كنستعملو مباشرة من بعد التونر وكنخليه لمدة 5 دقائق حتى كتمتصو البشرة باش كنكمل الروتين ديالي. بالنسبة لهاد الفيتامين هذا فهو فيتامين سي
خالص 100% وقاصح شوية، ولكن كيرطب البشرة وكيبيض البشرة وكيوحد لون البشرة وكيخلصنا من جميع مشاكل البشرة، سواء لون غير موحد، تسبغات، خوط رافعة او لا تجاعيد اولية او لا تجاعيد التقدم في السن. فهذا كيعطي واحد اشراقة، واحد لمعان، كيخلي البشرة ضاوية وكيعطي واحد الاضاءة غزالة للبشرة. هذا مع المدة فهو كيعطي واحد لمعان، واحد الاشراقة. كنستعمله مباشرة من بعد التونر مرة واحدة في الروتين الصباحي. طبعا من بعد فيتامين سي كيجي الدور ديال السيروم تاني. بالنسبة لهذا السيروم هذا فهو من بين اهم السيرومات او من اهم الخطوات في الروتين الصباحي للحصول على بشرة زجاجية مثل بشرة الكوريات، للحصول على بشرة ممتلئة بدون تجاعيد، بدون خوط رفعة، بشرة ممتلئة لرطبة وصحية ولامعة. كنصحكم بهذا السيروم هذا ديال لاغوش بوزاي، سيروم هايليرونيك اسيد بي 5. صراحة السيروم هايليرونيك اسيد من بين السيرومات اللي ما خصناش نستغناو عليهم نهائيا في الروتين ديالنا، سواء الصباحي او لا المسائي، لان الهايليرونيك اسيد من بين اهم الفيتامينات اللي كتحتاجهم البشرة لمحاربة التجاعيد الاولية والخطوط الرافعة واعطاء اشراقة وحيوية للبشرة. الهايليرونيك اسيد فهو الحل الامثل للتخلص من جميع مشاكل البشرة وخصوصا جفاف البشرة، تجاعيد الأولية والخطوط الرافعة، وبشرة صحية وممتلئة ما كتكون الا باستعمال الهايليرونيك اسيد. طبعا كنستعمل هذا في الروتين الصباحي من بعد ما كنستعمل الفيتامين سي، وكنخليه لمدة 5 دقائق حتى كتمتصو البشرة، ومن بعد كنستعمل الهايليرونيك اسيد وحتى هو كنخليه لمدة 5 دقائق حتى كتمتصو البشرة وكتفاعل معه البشرة. طبعا الهايليرونيك اسيد فهو من بين اهم الفيتامينات اللي كتحتاجها البشرة للتخلص من جميع مشاكل البشرة، ويعطينا واحد الاشراقة، واحد اللمعان اللي عندهم بشرة باهتة وبشرة عندها لون غير موحد او لبشرة ما فيهاش الاشراقة واللمعان، ما عليكم الا باستعمال الهايليرونيك اسيد. طبعا من بعد الهايليرونيك اسيد كيجي الدور لواحد المنطقة اللي بزاف ديال البنات اللي كينساوها او لما كيهتموش بها، واللي هي منطقة حول العين. هاد المنطقة هذه فهي منطقة جد حساسة وخاصها العناية يعني بدقة، وخاصها ضروري العناية بكثرة، وخاصة نستعملوا ليها الكريمات المرطبة في هاد المنطقة هذه باش هاد المنطقة تبقى دائما الجلد فيها يبقى رطب وما ديش لنا مشاكل بحال الهالات السوداء او لا التجاعيد في منطقة حول العين. انا منطقة حول العين هي المنطقة الاولى في البشرة اللي كتنشف وكيظهروا فيها التجاعيد الأولية، ولهذا أنا في الروتين الصباحي كنتعمد نستعمل كريم حول العين اللي كيكون كيرطب بواحد الطريقة كبيرة، يعني كيرطب بعمق. هذا الكريم هذا ديال جانسل تريبل أكشن، يعني جانسل تريبل أكسيون، عنده ثلاثة ديال المفعولات. المنطقة حول العين كيرطب بواحد الطريقة جد فعالة وكيخلصنا من الهالات السوداء والتجاعيد الأولية في منطقة حول العين والخطوط الرافعة. هذه من بين أحسن الكريمات اللي أنا جربتهم وعجبوني، وكيرطب بواحد الطريقة فائقة كيعطي إشراقة ولمعان في هذه المنطقة هذه بالخصوص، كيجي على هذا الشكل هذا. صراحة هذا الكريم هذا من بين أحسن الكريمات لمنطقة حول العين اللي أنا جربتهم وعجبوني صراحة. هذا أحسن من الأحسن. إذا بغيتوا تعرفوا أحسن الكريمات اللي أنا جربتهم في هذه المنطقة هذه، ما عليكم إلا تزوروا القناة وغتلقاو فيها طبعا الفيديو اللي كنهضر فيه على كريمات في منطقة حول العين. كما قلت لكم كيجي على هذا الشكل هذا، هو هذا ديال جانسل تريبل اكشن كيجي على هذا الشكل هذا، بغيت يبان لكم مزيان. هو هذا باش تقدروا ديروا ليه سكرين، غادي نوري لكم حتى من الداخل. صراحه هو حتى هو راه كبير، يعني هاد جانسل كونتور دي زيو الصراحه غزال. ها هو صراحه حتى هو كبير، كيدي مده، انا دار ليا واحد المده لا باس بها، يعني كيدير لكم على الاقل واحد 3 شهور. الثمن ديالو ماشي رخيص وماشي غالي، الثمن ديالو في المتناول. اصلا الكريمات لمنطقه حول العين مستحيل تلقاو كريم جد فعال ورخيص، هذه شي حاجه اللي مستحيله. كيجي على هذا الشكل هذا، هذا الكريم هذا كيجي بحال هكا، يعني كتنزلو بحال هكا
كيرطب واحد الطريقه جد فعاله، كيعطي واحد الاشراقه وواحد اللمعان، وكيخلصنا نهائيا من المشاكل في منطقه حول العين. كما قلت لكم هذا كنستعمله من مور ما كنستعمل السيروم ديال الهايليغونيك اسيد في الروتين الصباحي. طبعا من بعد ما كنرطب المنطقه حول العين كيجي الدور على البشره. طبعا باش كنختم الروتين الصباحي ضروري كنستعمل المرطب. حاليا كنت كنستعمل واحد المرطب ديال دومينونس، كيجي على هذا الشكل. هذا المرطب هذا فهو جد فعال في ترطيب البشره والتخلص نهائيا من جميع مشاكل البشره، سواء الجفاف، خطوط الرافعه، والتجاعيد الاوليه. بالنسبه للكريمات اللي كيكونوا ضد التجاعيد فضروري خاصنا نستعملوهم مبكرا، ما غاديش نستناو حتى كنوصلوا للاواخر 30 او لبدايه 40 حتى باش نستعملوهم. لا، كنستعملوهم بكري باش كنحاولوا نتخلصوا من التجاعيد الاوليه وكنحافظوا على شباب البشره. هذا الكريم هذا فهو كريم جد فعال في ترطيب البشره بطريقه صحيحه، كيرطب البشره بعمق. انا صراحه طاح ليا، تهرست ليا القرعه ديالو حيت من الزاج، صراحه تهرس ليا، ولكن راه غزال، ساليتو، ما غاديش نعاود ناخذو حيت شريت واحد الماركه جديده غادي نجربها ونشاركها معكم في الفيديوهات الماجيين. هذا من بين احسن الكريمات اللي انا جربتهم وعجبوني في الروتين الصباحي، لانه كيرطب البشره بطريقه صحيحه، كيرطب بعمق، كيعطي واحد الاشراقه وواحد اللمعان، ودغيا كتمتصو البشره. بالنسبه لهذا الكريم هذا كنستعملو البشره ديالي والعمق ديالي. بالنسبه للعمق هذا الروتين الصباحي فانا كنستعملو كامل البشره ديالي والعمق ديالي، ضروري كنستعمل نفس الخطوات ونفس الكريمات البشره والعمق ديالي في الروتين الصباحي. وهذا كيف ما قلت لكم من احسن الكريمات اللي انا جربتهم في الروتين الصباحي، كنستعملو ملي كنستعمل الكريم ديال منطقه حول العين في الروتين الصباحي. بالنسبه للروتين الصباحي الا كنت غادي نبقى غير في الدار فانا كنكتفي بالخطوه الاخيره واللي هي المرطب، ولكن كنت غادي نخرج على برا طبعا خاصني نستعمل الواقي الشمسي. الواقي الشمسي خطوه اساسيه وما كنستغناوش عليها في اي فصل من فصول السنه، سواء الصيف او لا الشتاء، ما كاينش فرق. انا حاليا كنستعمل الواقي الشمسي ديال اوسيرين كونترول اويل ديال لابو ميكس. هذا كيجي جاف، هذا كينشف البشره وكينقص من الزيوت او لا من الدهون الزائده في البشره الدهنيه والبشره المختلطه، كيجي على هذا الشكل. هذا صراحه هذا الكريم او هذا الواقي الشمسي هذا من بين احسن الواقي الشمسي اللي انا جربتهم اعجبوني، خصوصا بالنسبه للبشره الدهنيه والبشره المختلطه، لانه صراحه ما كيعطيش ديك اللمعه الخايبه في البشره، وكينشف البشره وكيعطي واحد التوازن اللي هو غزال. واهم حاجه هو انه كيخلصنا من البقع الداكنه او كيخلصنا من الرؤوس السوداء والحبوب في البشره الدهنيه والبشره المختلطه، كيجي على هذا الشكل. هذا كيف ما قلت لكم الا كنت غادي نخرج على برا فضروري خاصني نستعمل الواقي الشمسي باش كنحمي البشره ديالي من العوامل الخارجيه واللي هي الشمس، اولا حتى باش تكون الشتاء والبرد، فكتكون الاشعه اللي كتاثر على البشره ديالنا. كما قلت لكم في الروتين الصباحي الا كنت غادي نخرج ضروري ومؤكد نستعمل الواقي الشمسي، لانه خطوه من بين اهم الخطوات في الروتين الصباحي. وطبعا باش كنختم الروتين الصباحي حيت انا ما كنستعملش نهائيا الميك اب، ولهذا كنستعمل واحد الخطوه غزاله اللي كتعطي اضاءه في منطقه حول العين. كنستعمل واحد الكريم غزال ديال فيلورغا اوكسيجين جلو ايز، كيجي على هذا الشكل. هذا الكريم هذا كنستعمله كخطوه اخيره من بعد الواقي الشمسي المنطقة حول العين. صراحه هذا الكريم هذا فهو غزال، فهو اثنان في واحد. اول حاجه كيعطي ديك اللمعه اللي حنا كنقلبوا عليها، وكيخفي الهالات السوداء، وكيعطي واحد الاشراقه وواحد اللمعان في منطقه حول العين. وثاني حاجه ثاني حاجه هو انه كيحافظ على الرطوبه في هذيك المنطقه، وكيخلصنا من الخطوط الرافعه والتجاعيد الاوليه، كيجي على هذا الشكل. هذا وكيعطي واحد الاشراقه وواحد اللمعان. صراحه هذا غزال، كنستعمله انا كخطوه اخيره من بعد الواقي الشمسي، لانني ما كنستعملش الكونسيلر وما كنستعملش الفون دو تان، فانا كنفضل نستعمل هذا كخطوه اخيره، لانه كيعطي واحد اللمعه في منطقه حول العين. اهم حاجه هو انه كيساعد في التخلص نهائيا من المشاكل في منطقه حول العين. هذا غزال، كنبغي نستعمله فاش كنبغي نخرج طبعا من الدار، كنستعمله كخطوه اخيره في الروتين الصباحي من بعد الواقي الشمسي. يعني هذا غزال، يمكن لكم تجربوه ونتمنى انه يعجبكم.
كان هذا هو الروتين الصباحي للعناية بالبشرة، وهذا هو الترتيب الصحيح لاستعمال المنتجات في الروتين الصباحي للعناية بالبشرة. صراحة كنشوف بزاف ديال الناس كيعطيكم معلومات خاطئة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذا هو الروتين الصحيح، والخطوات الأساسية والضرورية في الروتين الصباحي هي اللي شاركت معكم. كنتمنى هذا الروتين هذا يكون نال إعجابكم وتكونوا استفدتوا منه. إلا عندكم أي سؤال ما تنسوش خليه ليا في لي كومونتير، أنا أكيد غادي نجاوبكم عليه. ودابا وصلنا لآخر ديال الروتين، فوقاش غادي نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. باي باي.